السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي أهم الفراغات الوزارية أحياء للصف الثالث متوسط، مهم جدا. أولا، تجويف غير منتظم يوجد في عظم الصدغ يدعى بالأذن الوسطى، جانبه الخارجي مسدود بغشاء الطبلة. الرايبوسومات تراكيب دقيقة منتشرة على الشبكة الأندوبلازمية وتعد مركز بناء البروتين. كريات الدم البيض الحبيبية تكونها نواة مفصصة وتتكون في نقل العظام. يدعى الغشاء الرابط بين الأمعاء بالمساريق والغشاء المبطن للجوف الجسمي بالبريتون. يولد الأطفال الخدج في الشهر السابع. تتكون أعضاء الحس من جزئين، هما أجزاء أساسية والأجزاء المساعدة. في الدورة الدموية الكبرى يصل الدم من البطين الأيسر إلى سائر الجسم بواسطة الشريان الأبهر. الأربطة هي أرشطة ليفية تربط العظام مع بعضها وتحمي المفاصل بينها.